السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبيبي هنعمل كده مع بعض روتين السجاد، غسيل السجاد. معانا مكون واحد بس حلو المكون ده قوي يا حبيبي، غسيل السجاد. احنا النهاردة هنحطه على السجادة كده. يلا يا حبيبي قوم الشطار انت وهي، عشان خاطر دخلت رمضان ما يبقاش ورانا اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين، يا دوبك بس نتفرغ للعبادة وللصلاة والصوم. فاحنا كده مش شطر كده يا حبايبي، ونخلص اللي ورانا. فاحنا كده يا حبايبي هنحط معانا دي عجينه الصابون، شايفينها يا حبايبي؟ دي اسمها عجينه صابون. دي هنحطها على السجاده وهنفرتها كلها على السجاده، ونسيبها ربع ساعه كده. وهنسيبها على السجاده ربع ساعه لحد ما دي زي ما قلنا عجينه صابون يا حبايبي. دي هنحطها على السجاده كلها كده، ونفرتها على السجاده، وبعد كده هنسيبها ربع ساعه طبعا. ومعانا كمان ميه دافيه اهي، ميه دافيه هنحط فيها بالسر ده اوكسجين. هنحط فيها شويه كده من الاوكسجين ده، ومعانا اوكسجين كمان، ومعانا كمان باكوهين من الفانيليا. الفانيليا دي طبعا حلوه يا حبايبي، بتخلي ريحه السجاده جميله. الفانيليا دي بتخلي السجاده جميله كده وريحتها زي المعطر بالظبط. هنحطها بقى في الميه اهي، هنقلب ده كله طبعا. هننزل اهوت بالصابون ده على السجاده، كده يا حبيبي شوفوا. طب نرش اهوت الصابون اهو على السجاده كلها اهو، ودي طبعا المايه السخنه كلها اهي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين كده؟ حاطينها كله كده. الصابونة العجين دي جميلة أكتر من غسيل السجاد. شايفين؟ طبعا المية السخنة كلها اهي. شايفين البق؟ دي طبعا السجادة فاتحة اهي وبيضة خالص. معانا السجادة دي فاتحة اهي. الورقة كلها بيضة اهي. وهوريكم غسيلها بقى. بعد ما رشينا الحاجات دي كلها عليه نسيبها كده ربع ساعة ونرجع لها تاني. كده بعد ما حطينا صابون في العجين ما شاء الله على السجاده ريحه، ما شاء الله. شايفين الجواب بتاع السجاده عامل ازاي؟ دي طبعا يا حبايبي عجينه صابون، دي بنجيبها من عند بتاع المنظفه، بتخلص السجاد ما شاء الله عليه جميل قوي، وغسله حلو وغسله نظيف، بتنضف معانا قوي السجاد اللي هو كلته الوان دي. شايفين الابيض في السجاد حاجات فاتحه كلها راحت نظيفه ازاي؟ طبعا عجينة الصابون دي عايزة تجيبي منها بعشرة، تجيبي منها بخمسة زي ما انت عاوزة. شوف غسيل بتاعت السجادة شكلها عامل ايه.
الشراشيب بتاعت السجادة راحت معانا بيضة ونضيف الزيت شيل ده طبعا كله من عجينة الصابون. انا طبعا الميه ياما كده وتكون كده وياه بس على طول بحاول ادور كده. شايفين الشراشيب بتاعت السكيادة ده طبعا من عجينة الصابون بتخليها نضيفة. فضل معانا اللي هو الجنب ده هنحط عليه شوية أوكس فضل أوكس كده معانا وهنكملوا معاه. طبعا الفريزة مكنشناش في اللايك مكنشناش في اللايك والاشتراك في القناة انا عندي البلكونه واسعه كده فبس الفايت الجدي شايفين الرغوة عامله ازاي حبيبي متسخه ازاي شايفين you
بالفلفل بالفرشة، ممكن بالمساحة تحط عليها الصين عجينة قطعين الصغير بالمساحة كده وتسيبيها حبة عليه، وبالمساحة ترجع تغسليها بالمساحة. شايفين الشباشب راحت معانا عاملة ازاي؟ شايفين هنا الحتة الكبيرة دي الفتحة دي السجادة راحت زي الفل معانا. شايفين؟ بسيط الماء من عداك من الصحة من ظهرها كمان اهي، ترجع لها بالفرشه من ظهرها
على علبة السجادة كده وبعد عليها برضه.